ان الكوره مش بالسن. يعني انت لما تشوف دلوقتي يعني شيكابالا ده بالمستوى دوت بالسن دوت تديك يعني يعني تدي كده اشاره لكل المدربين ان الكوره مش بالسن. احنا للاسف عندنا في مصر بتبقى حته السن دي فيها مشكله شويه. انت تعالى شوف السنه اللي فاتت عبد الله السعيد من احسن اللعيبه في الدوري الممتاز اخر 8 سنين. فده يديك يعني لا شيكابالا عامل موسم الموسم ده بدايه كويسه جدا حتى احسن من المواسم اللي فاتت كتير. فانا طبعا مع حته ان هو لو في امكانيه المنتخب طبعا ليه لا. هرجع بيك شويه بقى من يعني مش الزمن من الاوقات اللي انت بتحب تفتكرها. شيكابالا كده اما كان بيبقى ماتشات اهلي وزمالك كان اكيد برضو كان بيبقى كل مدير فني سواء مستر مانويل او كابتن حسين البدري اكيد كان بيخصص وقت عليه وانت في النادي طبعًا. الاهلي. كان ايه اللي بيحصل او كانوا بيقولوا ايه او كانوا بيعملوا ازاي حساب؟ يمكن انا الماتشات اللي انا كنت موجود فيها كان طبعا حسام عاشور لسه بيلعب، كان هو مكلف ان هو يوقف خطوره شيكابالا خالص. فعلا زي ما انت لو تشوف الوقت اللي انا كنت موجود فيه كان شيكابالا فعلا ما تلاقيهوش في ماتشات اللي هي القمه اهلي وزمالك، بحيث ان كان حسام عاشور انت عارف يعني بمعنى الكره كده رخم في الملعب. حتى هو شيكابالا في اكتر من تصريح واكتر من لقاء ان قال لك اكتر لعيب كان فعلا كنت بحبش العب عليه حسام عاشور. لكن الماتشات اللي زي دي عبد الرحمن انا كنت ببقى مبسوط لما باجي العبها. انا اول ماتش ليا اهلي وزمالك كنت طالع نجم القمه، كان شيكابالا احمد حسام ميدو بركات جمعه كل الناس دي. فالماتشات دي اللي هي الكبيره دي يعني اللعيبه الكبيره اللي تحب تلعبها، فدي لا من يعني الماتشات الجميله.